هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي سبحانه؟ هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. الذنوب في اللغة جمع تكسير، وقيدها الله لما قال الذنوب إيش؟ جميعا، لم يقل ذنبا ولا ذنبان ولا ثلاثة ولا أربعة. رسالة، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم. قلوا آمين.